في حاجتين مهمين جدا في موضوع السياحة. موضوع الأول إنه أنت كان لسه ابتدى تعود عندك السياحة الروسية. اتنين، أنت ربع السياحة اللي بتجيلك أوكرانية. في 2015 كان عندك 3.5 مليون سايح بيجوا من روسيا. فأنت عندك حاجتين دلوقتي، السياحة اللي جاية دي هتعوضها ازاي، والأهم، ومصر قامت بقرار عظيم النهاردة أو امبارح، السياح الأوكرانيين العالقين عندك. ما أنت عندك كان سياح موجودين في الغردقة وفي شرم الشيخ والآخر، وكل ده موجودين عايزين يرجعوا بلدهم، هنعمل لهم ايه؟ لا في طيران ولا في حاجة، وهو طبعا تقطعت بيهم السبل، ممكن ما يبقاش معاه فلوس انه يكمل يقعد هنا، ماذا سنفعل؟ ففي حاجتين، حاجة ليها علاقة بالسياحة الروسية اللي هي طبعا تتأثر لانه الوضع في روسيا برضو الاقتصادي بيبتدي يسوء. اتنين، الاوكرانيين القادمين تعوضهم ازاي، والموجودين هنا في مصر هتعمل معاهم ايه؟ الاستاذ عمرو القاضي رئيس هيئه تنشيط السياحه، اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ عمرو، اهلا بحضرتك. هنعمل ايه الاول مع السياحه الاوكرانيه، سواء اللي مش هيجوا واللي موجودين هنا؟ احنا استاذ عمرو امبارح معالي وزير السياحه والاثار دكتور خالد العناني عقد اجتماع موسع مع قيادات الوزاره وغرف الفنادق والسياحة المصرية والقطاع الخاص وكافة الأجهزة المعنية بالسياحة في مصر لمناقشة الوضع، وخرجنا بقرارات محددة وواضحة إنه مصر ملتزمة بتأمين الوضع التسكين لكل العالقين من السائحين، مش بس من الجنسيات الأوكرانية، ولكن أي سائح تأثرت بلاده بحركة الطيران الدولي هو موجود في مصر ضيف عزيز على مصر. أولويتنا رقم واحد هو تأمين بقاء. قرار هايل، يعني يقعد في مصر ضيفا ما يتحملش شيء ما دام هو مش قادر يرجع بلده. أهم حاجة أن احنا نتأكد أنه قاعد في مكانه، ما تحركش من الفندق بتاعه بنفس شروط إقامته لحد ما تتحل الأزمة إن شاء الله ويعود إلى بلده. وده ساري على كافة الجنسيات اللي تأثرت أو لا تتأثر بلادهم بحركة الطيران الدولي، فده الأولوية لأنه دي حالة إنسانية، وطبعا إحنا بالنسبة لنا دول ضيوف علينا وحقهم علينا أن احنا نهتم بيهم ونرعاهم الرعاية الكاملة، وبعد كده نشوف تطورات الأحداث إن شاء الله. إن شاء الله الأمور تتحل ويعودوا لبلادهم بشكل يعني سليم. أنا فهمت كمان أنه طلع منشور أنه إحنا يعني الناس في الفنادق تاخد بالها أنه ما يبقاش في احتكاكات بين الروس والأوكران، لأنه في سياح روس وسياح أوكران. مظبوط، هو طبعا يعني المسألة دي إن شاء الله ما فيهاش مشكلة بإذن الله. طبعا في فرق من الوزارة ومن الهيئة موجودة دلوقتي في المحافظات السياحية للتأكد من سلامة الأوضاع بالنسبة لكل السائحين، وإنه ما فيش يحصل أي ما يعكر صف الضيوف بتوع مصر عندنا في فنادقنا، والفنادق كلها بنتعامل معها بشكل بتعاون كبير جدا الحقيقة، وإن شاء الله الأمور تبقى جيدة يعني. طيب يعني خلاص احنا غنيون عن البيان ان السياحة الأوكرانية هتتأثر، هنعمل ايه؟ طبعا هو احنا عندنا بعد كده ان شاء الله خطط تنشيط بتاعتنا ان احنا بنفتح في كل اسواق العالم، بنزيد من الحركة السياحية من كل دول العالم بإذن الله. طبعا هيحصل تباطؤ في السياحة الأوكرانية، نتمنى ان التباطؤ ده ما يستمرش فترة طويلة، نتمنى الامور يعني تنضبط. لكن احنا القطاع السياحة المصري بشكل عام في السنين اللي فاتت كلها اثبت عنده قدرة فائقة على المرونة وقدرة فائقة على انه يحتوي اي ازمات بتواجهه، سواء كان قطاع السياحة الحكومي او القطاع الخاص، فدايما بيحصل ردة فعل للازمات. يعني حصل عندنا ازمة قبل كده، ازمة الطيران الروسي، وخرجنا منها بنحن نفتح اسواق اخرى،
ونفس الشيء هيحصل بالنسبة للأزمة دي إن شاء الله، هيحصل تدفقات إن شاء الله من أسواق أخرى تعوض الغياب المؤقت نتمنى. ده الأوكرانيين، هل رصدتم إلغاء في السياحة الروسية؟ يعني لسه بدري دلوقتي، احنا يعني الحرب ابتدت امبارح او العمليات بدات امبارح، فلسه يعني بدري ان احنا نقيس الالغاءات او اي تاثيرات من الاسواق الاخرى. هيبان الكلام ده ان شاء الله في خلال اليومين الجايين باذن الله. اكيد الاستاذ عمرو القاضي رئيس هيئه تنشيط السياحه، بشكرك شكرا جزيلا.